كديري لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. جمعه مباركه تدخل عليكم بالصحه والسلامه باش متمنيتو ان شاء الله البنات. مهم اليوم ما كنتش عوانه ندير لكم هذا الفيديو، ولكن قلت لا واخا هكا كنشارك معكم المشتريات اللي خديت اليوم. مشيت للبري مارك، ما كنتش معوله نهائيا انني نمشي حتى لحق ديك 12 بحال هكا، قلت اش غادي ندير، اجي علاش لا ما نمشيش نتقدى شي حاجه. كنت معوله باغا ناخذ ليا شي بيجامات كما عارفين اختكم مع الحموليه، يعني كان عندي الوزن عامر بزاف، وكاع البيجامات اللي كنت كنشري يعني كنت كنشري بيجامات كبار، كنت كناخذ 42 تقريبا، 40 42 كنت كناخذ. ودابا نقصت الوزن واحد شويه ماشي بزاف، ولكن البيجامات ملي كنلبسهم كيجوني كبار، يعني اضطريت انني ناخذ يعني شي بيجامات. خديت غير شي حاجه، جوج بيجامات غنوريهم لكم شويه بشويه غناخذ. وفي نفس الوقت حتى لساره كنت بغيت ناخذ ليها شي حاجه على قبل البرد، كما عارفين البرد راه داخل. وغادي نوريكم شي حوايج اللي كنت خديت، غير شي حاجه بسيطه كما كيبان لكم انا كاينه في البيت ديال ساره. جيت تخزنت وسديت الباب باش ما تشوفنيش، حيت كما جبت الساك مشيت دغيا جبتها من المدرسه وجيت والساك خزنته، حيت اين فوا غتشوف الساك غتبقى تعرف بلي راه شاري ليها الحوايج، غتشدو غتحلو وغتحيد التيكيتات وما نقدرش نوريكم. داكشي علاش قلت اول حاجه شديتهم خزنتهم، غير حط خليتها في البيت كتفرج دغيا، قلت غادي نجي نوريكم. اول حاجه البنات نقول لكم خديت بيجامات اللي كيبانوا لي بيجامات زويونين، سمحوا لي نوريكم. حتى الغداء ان شاء الله غادي نلبسهم نقيسهم وتشوفوهم. انا ما قيستهمش لهي، ما عرفتش واش قياسي، المهم تقريبا غيكون قياسي. اول حاجه البنات اللي خديت غنوريكم واحد البيجامه اللي خديتها، شفتها عجبتني بزاف، شوفوا كي دايره الشكل ديالها، والثوب ديالها مقطنه البنات، ها نتوما مقطنه زويونه، حتى نقيسها وغادي نوريها لكم تشوفوها. لاطاي اللي خديت خديت اس، يعني 38 40. هذه الثمن ديالها البنات دايره 10 اورو. غنوريكم السروال ديالها، السروال ديالها ها هو سروال عادي حتى هو مقطن، هذه البنات بيجامه الثانيه اللي عجبتني كثر كثر كثر، ها هي نوريها لكم زويونه بزاف. بعد نقرب لكم هنا تشوفوها، شفتوا والثوب ديالها رطب، الثوب ديالها رطب، ولكن واخا هكاك واخا كتبان لكم خفيفه راه مقطنه يعني سخونه كتسخن. ها هو السروال ديالها، ومن التحت شتي من التحت مقبوطه، يعني كتجي بحال الشكل ديال ملي كتكون لابسه الكتمه بحال هكاك. وخديت هذا القطن، هذا الوجه ديالي اللي كنديرو ديما مع الماء ورد او الماء ديال جسمه باش كنديرو تحت من عيني. وخديت واحد البانطوفا غنوريها لكم، انا متاكده انها غتعجبكم بزاف. هيا شفتوها الشكل ديالها زوين انتم؟ بصراحه انا ما انا ديما كناخذ البانطوفات اللي كيكونوا مسدودين، هذه شتا قلت والله حتى ناخذها عجبتني بزاف، الشكل ديالها هكا بحال شكل النمر. هاد البانطوفا البنات الثمن ديالها داير 4 اورو، داير 4 اورو. وكنعتذر بالنسبه للبيجامه الزرقاء، بالنسبه للبيجامه الزرقاء الثمن ديالها 14 اورو. الماتين خديت له هاد الطويقيه هذه، تبارك الله جات معاه كتحمق، كون شفتوه شي نهار ونوري نصورو ليكم نوريك، عرفتو جات بحال دوك ديال ليسكيمو بحال هكاك. انا داك الولد عندي غادي نمشي غنضربو بالعين، غير انا كيقول لك العين ديال الام كتكون واعره اكثر من العين ديال براني، يعني عين المحبه كتكون واعره. بالنسبه لساره خديت ليها هاد ميراكولوز، هاد الرسوم متحركه راهما معروفين، خديت ليها هاد البيول هذا بحال هكا،
هذا الثمن ديالو داير 10 اورو. وخديت ليها هاد السريوي، ها هو سخون وفيه هاد النجيمات هكا كيبريو، شفتو؟ ومن تحت مقبوط. هذا الثمن ديالو هذا 6 اورو. مؤخرا ولات كما عارفين حنايا عندنا هنا في فرنسا يعني قرب نوال، الاحتفالات ديال نوال، غتقولي لي وانتي مالك كتحتفلي بالنوال؟ كما عارفين الزوج ديالي اجنبي، يعني كيقول لك ضروري خاصو حتى هو يحتفل بالعيد ديالو كما انا كنحتفل بالعيد ديالي، حتى هو كيبغي يحتفل بالعيد ديالو. داكشي علاش انايا ما كان كما كنقولوا كما انا كنقدر نطبق ديني، هو حتى هو كيقدر يطبق شي حاجه في الدين ديالو. يعني بالنسبه للحوايج اللي معروف بهم، الحوايج اللي ما كياديوش الناس وما كيضروهمش ما حتى شي حاجه، يعني ما فات حتى شي حاجه، هذاك كيبقى غير عيد. ماشي انه دار يعني الناس انهم داروا العيد ديال نوال يعني انهم كيشركوا بالله، لا لا علاقه، كيتسمى غير احتفال عادي، لان الواحد ما كيدير حتى حد ما كيديرش شي حاجه اللي خايبه. المهم غادي بهذه المناسبه غادي نشارك معكم كيفاش كيدوز النوال هنايا في فرنسا، غادي نشاركوا معكم. وبالنسبه لساره مؤخرا ولات كتموت على لاغين ديناج، لهذا خديت لها هذا لونسومبل اللي فيه شابو فيه كشكول فيه ديغون، غادي تشوفهم غادي تحمق تحمق عليهم، كيعجبوها بزاف. وفي نفس الوقت خديت لي انا واحد الماسك اللي كنديرو في العين ديالنا. كما عارفين البنات ملي كتنعسو في الليل وما كتبغيوش الضو ديال الصباح يبان لكم على عينيكم، كديروه كتنعسو به، مهم كيكون براتيك او صافي، هذا ما عطى الله. المهم البنات غدا غادي نكمل لكم التتمه، غدا غنلبس الفيجامات ونصورهم ونوريهم لكم. صباح النور صباح الخير، البنات ديالي كي دايرين لاباس عليكم؟ كما كيبان لكم هذا نهار جديد، ما بان لكم البارح انني كنت خديت مشتريات من بخي مارك وريتهم لكم، خديت شي بيجامات وقلت لكم غدا غادي نلبسهم ونوريهم لكم باش تشوفوهم واش عجبكم، لان واخا كنشريو الحاجه ماشي بحال اننا كنشوفوا شي حد لابسها ونشوفوها واش زوينه ولا خايبه. هذه وحده من هذوك اللي خديت، انا غادي ندير لكم عرض الازياء نوريكم عندنا تاع ما انا ماشي مانكا عندكم ضحكوا عليا. المهم غادي غير نوريكم البيجامات اللي شريت بحال هكا كيبانوا احسن، باش اللي عجبكم بغيتو تشريوهم تشريوهم. اول بيجامه هي هذه، كنتمنى باللي البيجامات يكونوا نال الاعجاب ديالكم. صراحه كل واحد والذوق ديالو، كل اللي يقدر يعجبو كل اللي ما يعجبوش، كل اللي تعجبو وحده كل اللي تعجبو الاخر ما تعجبوش، كل اللي ما يعجبوش بجوج، المهم انني انا عاجبني كل واحد والذوق ديالو. انا غير شاركتهم معكم باش تشوفوهم. و اش غادي نقول لكم؟ غادي نقول لكم تهلاو في ريوسكم وبسلامه عليكم، ونلقاو فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.